لو الحكاية فيها إن فيديو. أنا قريبي السن 13 سنة، الصف السنة الإعدادي، موهبة إلقاء الابتهالات من صغري برضو، وأنا في سنة أولى ابتدائي وأنا كنت بطلع في إذاعة المدرسة ومسابقات على الإدارة، وكان من الفضل برضو الأستاذ تامر بلال كان أستاذ الإذاعة الخاص بي يعني، وكان كنا بنروح مسابقات مع بعض يعني، وكان برضو ترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب وهي تمر مر السحاب صنع الله لما حضرنا أبا الزهراء أشكي لي مين وأجدي حالي وأقول لي مين النبي غالي أشكي لي مين وأجدي حالي وأقول لي مين النبي غالي إيه اللي غير أحوالي غير الغرم برسول الله المسكوفاح المسكوفاح لما ذكرنا رسول الله والنور لاح النور لاح لما حضرنا أبا زهراء طول عمري بتمنى أشوفك وانظر جمالك وأبوسك طول عمري بتمنى أشوفك وانظر جمالك وأبوسك صبرت نفسي بأحاديثك وأقول لابد في الليل أراه المسكوفاح المسكوفاح لما ذكرنا رسول الله والنور لاح النور لاح لما حضرنا أبا الزهراء من هو قانت آناء الليل ساجدا ويرجو رحمة ربه كل أن يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب بكرر اولادي الاربعه مش الاثنين يعني كلهم حافظين القران الكريم كامل لكن هو محمود وكريم هم اللي عندهم جمال الصوت او الموهبه في حاجه تسعدني وببقى يعني معلش انا بتكلم حاجه بقول بحسها لما يكون في مثلا محزنه او في حاجه دينيه ومحمود بيقرا ويتقدم التقديم العادي الشيخ محمود حسن الغريبي حاجه ببقى
حاسس كده ان يعني حاجه يعني اظن حضرتك يعني مقدر له. فربنا يبارك فيهم ويحفظهم. وزي ما بقول برضو البيت متربع على القران والصلاه والزكاه. وبرضو هنا زي ما قلت لك ان انا عضو لجنه الزكاه بتيجي عندنا الحاجه هنا، وهم من صغرهم من اول محمد حتى كريم الاربعه بيتولوا شيل الشنط ويودوها للفقراء لحد بيوتهم، متربيين على القران والصلاه والعمل الخيري. فده فضل من الله علينا يعني الحمد لله. ربنا برضو زي ما محمود بدا فضل من الله ان انا حاجه تسعدني ان محمود يبقى اخو كريم، ده حاجه تسعدني. كريم برضو من صغره هو من اولى ابتدائي برضو كانت عنده الموهبه بتاعه القوه انه يقف في الاذاعه المدرسيه، فكان زي استاذه اللي هو تامر بتاع الاذاعه كان يقول له كريم جاهز كذا، نقوم برضو هنا نساعده احنا كزيك هنا في البيت ووديته بالتحديد. يعني بنجيب بنيجي عن طريق النت او عن طريق بنفتح اللاب ونجيب مثلا انشودة دينية، وكانت والدته ربنا يبارك فيها تكتبها له بالكتابة، وهو يقعد يقعدوا الاثنين مع بعض ويحفظوها ويتدربوا فيها ويقعدوا زي تدريب لأي حاجة كده، وبعد كده يروح تاني يوم في المدرسة يقولها في الطابور الصباحي. ومشينا على كده فترة طويلة، مش حافظ كتير كده، بس هو يمكن عشان ما براجعش عليها اللي عاملة معاه شوية. وبرضه الحمد لله عنده برضه حسنا عنده قوة صوت. المسكو فاح المسكو.